يكون التدريب والاستعداد متواصلا هنا خاصة في ظل ظروف الحرب. يحرص الكثيرون في مديرية ميدي الواقعة شمال غرب محافظة حجة على الالتحاق بمعسكرات تدريب الجيش الوطني، يريدون بهذا مقابلة الميليشيا وهم في كامل الاستعداد للمواجهة بل والفوز بالمعارك أيضا. هنا معسكر الاستقبال في المنطقة العسكرية الخامسة الذي زاره محافظ الحديدة عبد الله أبو الغيث وعدد من القادة العسكريين في المنطقة للإطلاع على أحوال الضباط والجنود. وجدنا أبطالا يحرصون على تحرير بلدهم أكثر من أي حرص أو هدف آخر في حياتهم، إنهم يصبون الدماء والعرق في الميدان من أجل أن يعيدوا لليمن بسمته وحريته وكرامته المسلوبة من قبل هؤلاء الانقلابيين. إنهم يصبون ويتطلعون إلى أن يروا اليمن وقد تحقق له ما يصبو إليه، اليمن الاتحادي المشرق الذي سيكون بحول الله تبارك وتعالى في القريب العاجل. جبهات القتال في ميدي يشوبها هدوء حذر خال من أي تقدم لأي طرف هناك، بينما تشهد مناطق واسعة على الشريط الحدودي اليمني السعودي معارك عنيفة بين ميليشيا الحوثي والمخلوع وقوات حرس الحدود السعودية سقط خلالها العشرات بين قتيل وجريح. المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري قال بأن قتل الميليشيا بالعشرات يسقطون يوميا خلال المعارك على الحدود السعودية، والميليشيا فقدت عددا كبيرا من قادتها الميدانيين. ليتهم العسيري وبشكل صريح الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح بدفع شباب وأطفال للموت على الحدود، داعيا الآباء والقبائل إلى عدم الزج بأبنائهم إلى جبهات القتال. وفي خضم ذلك تستمر المواجهات على الحدود في ظل محاولات يائسة من الحوثيين للتقدم نحو مناطق داخل المملكة تبوء كل مرة بالفشل.